ينضم إلينا الأستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. برحب بيك أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. يعني بالتأكيد كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت أكثر من محور، تحدث عن دور القوات المسلحة، ما تشهده المنطقة حاليا، وخيار مصر الاستراتيجي للسلام، وأيضا تحدث عن القضية الفلسطينية. كيف تابعت رسائل الرئيس في هذه المناسبة للداخل والخارج؟ صحيح، سوف أستعرض معك كل رسائل الرئاسة المصرية، لكن الأول عايزين نقول للناس تفتيش حرب يعني إيه. تفتيش حرب ليست مناورة عادية، ولكن هي وليست استعراض عسكري، دي جاهزية تامة للحرب فورا، وتمتلك خطة الهجوم والدفاع وأسلحة الردع والرسائل عبر استعراض هذه الأسلحة سواء القديم منها أو الجديد. طبعا الرسائل الحقيقة كانت رسائل هامة جدا. أولا عبرت الرئاسة المصرية عن أنها تقاتل من أجل السلام واستعادة الأرض، ودي طبعا من أهم وأشرف المهام. التحديات الراهنة تعتبر اختبار حقيقي للإرادة المصرية للحفاظ على السلام كخيار استراتيجي للدولة، وإن موقف مصر الحقيقة يعني تأكيد الرئاسة على ثبات الموقف من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. نعم. وأكدت مصر أيضا على تأييد حل الدولتين كتقرير يعني كطريق للاستقرار، وتجديد الموقف بشأن ضرورة وقف النار في قطاع غزة، وأيضا بتعتبر يعني استعراض لقدرة مصر الاستراتيجية، خصوصا الأسلحة الجديدة اللي ظهرت، يمكن أهمها التطوير المهم اللي حصل نتيجة متابعة القيادة المصرية سواء السياسية والعسكرية للحروب اللي حوالينا، والتطور التكنولوجي والاستفادة بالابتكارات المصرية الجديدة والمتجددة دائما. وإن مصر طبعا لديها التزام بسياسة رشيدة تتسم بالتوازن الشديد سواء على مستوى الداخل أو الخارج. نعم، يعني بالتطرق إلى رؤية مصر لما حدث في ويحدث في غزة، الرئيس دعا لإيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي. كيف يعني ترى الدور المصري في هذه القضية؟ هو الحقيقة من يوم يعني يمكن من بداية الأحداث 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم لم تتوقف القيادة المصرية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الرئاسي أو على مستوى استقبال الوفود العربية والأجنبية والإقليمية والحوار مع جميع الأطراف، إلا أننا بنواجه جميعا عقبة واحدة، وهي الزمرة المتحكمة في الكيان، سواء نتنياهو على مدى 20 سنة وهو يحاول إفشال القضية الفلسطينية بشكل كامل، أو ظهور هؤلاء المجرمين والمتطرفين على الساحة السياسية في إسرائيل زي سيموتريتش وبن جفير وغيرهم، وأيضا الهوى العام في داخل الكيان برفض أي حوار أو فتح أي أمل أو أفق سياسي أمام الشعب الفلسطيني، مما يضطر النخبة وطليعة الشعب الفلسطيني إلى أن تقوم بعمليات مقاومة، وهو حق مشروع تكفله الدساتير الدولية، وله أمثلة عديدة على مدى التاريخ الحديث القريب زي دولة الجزائر وكفاحها ضد الاستعمار الفرنسي، وأيضا زي فيتنام والولايات المتحدة. نعم، يعني في ظل ما تشهد المنطقة من تصعيد يعني خاصة في مناطق مجاورة لمصر، كيف تستطيع القوات المسلحة المصرية الحفاظ على استقرار البلاد والوقوف أمام أي مخاطر أو تهديدات خارجية؟ ده طبعا يعني ركيزته الأساسية هي الاستعداد سواء على المستوى التكنيك والتكتيكات، وأيضا التطوير الدائم والمستمر وتزويد مصر بما يخيف أعدائها سواء في على مستوى الأسلحة الجوية ونقل التكنولوجيا في الأسلحة البحرية، وأيضا كلنا شفنا نتيجة هذه المتابعة بالذات للحرب الروسية الأوكرانية
وتكنولوجيا الدرونات. يمكن الدرون الواحدة بتكلف 35,000 دولار، وهو رقم زهيد جدا، وتستطيع تدمير رادارات، ويمكن استطاعت تدمير الباتريوت وهو فخر الصناعة الأمريكية. مصر قدمت في معرض الأسلحة الأخير أسلحة مصرية متميزة جدا، حتى استفادت من ذخيرة قديمة وتم تحويلها إلى صواريخ بالذكاء الاصطناعي وأسلحة صواريخ منزلقة، بالإضافة إلى الطائرات. مصر تمتلك يعني مئات الطائرات الهليكوبتر والعسكرية الهجومية والمقاتلة وغيرها، وشفنا أيضا الأسلحة النوعية زي الطيارة ETC2 اللي هي الرادارية التي تكشف مساحة 650 كيلومتر وفي حراسة الرافال المصرية، وشفنا أيضا أسلحة جديدة ومتنوعة. هي دي الحقيقة الشيء الوحيد الذي يرضع الآخرين من مجرد محاولة التفكير في العبث مع مصر، وهي رسائل تشمل العديد من دول العالم سواء على مستوى القوى العظمى أو قوى الإقليم. نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد خليفة، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.